السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنتكلم النهارده عن موضوع جديد ريكوردنج اوف ذا اكشن بوتنشال. في المحاضرات السابقه اتكلمنا عن افكار مهمه جدا في النبض العصبيه، اتكلمنا عن الايونيك بيزس، اتكلمنا عن الكوندكشن. يا ترى بيفرق ايه عنوان ريكوردنج اوف ذا اكشن بوتنشال عن عنوان ايونيك بيزس؟ في الايونيك بيزس اللي خدناها كنا بندرس الميكانيزم بتاعه الاكشن بوتنشال بيحصل ازاي، يعني الديبولاريزيشن بتحصل ازاي، ريبولاريزيشن بتحصل ازاي. وكنا رسمنا برضو رسمه في اخر قصه الاكشن بوتنشال. اما الريكورد انت بترسم دياجرام للاكشن بوتنشال، ومن الدياجرام برضو نقدر نفسر اجزائه عن طريق الايونيك بيزس، وبالتالي الصوره دايما بتكتمل في الاكشن بوتنشال عن طريق ان احنا ندرس الايونيك بيزس وندرس الديفرنت ريكوردز. بنحتاج ان احنا نسجل النبضه العصبيه في حالات متعددة، زي على سبيل المثال for the study، يعني للدراسة، يعني لو احنا عايزين ندرس يعني اكشن بوتنشال لازم نسجله قدامنا وبعد كده نتعرف على اجزائه ونحاول نفسر كل جزء منه. رقم 2، بنحتاج نسجل اكشن بوتنشال لتشخيص الحالات الاكلينيكية، يعني انا عندي عصب مثلا وعايز اعرف العصب ده بيوصل نبضات ولا لا، العصب ده بيوصل ولا لا، يبقى هجيب الجهاز بتاعي واحط الالكترودز على النار وابدا انبه من مكان واشوف يا ترى هقدر اسجل نبضات من على العصب ولا لا. يبقى ده اهميه اكلينيكيه مهمه جدا جدا، وزي ما احنا عارفين ان معظم العيانين اللي عندهم مشاكل في الاعصاب، اللي عندهم اصابات في الاعصاب، بنحتاج نعمل لهم حاجه زي النيرف كوندكشن فيلوسيتي ونتاكد اصلا ان فيه نبضات. نتكلم عن تفاصيل الريكورد. احنا عندنا 3 طرق للريكورد اوف ذا اكشن بوتنشال، كل طريقه لها تعريف ولها اسس ولها سيجنيفيكانس. اول حاجه اللي هي مونوفيزيك اكشن بوتنشال، ده اول نوع من الريكورد. رقم 2، باي فيزيك اكشن بوتنشال. المونوفيزيك واضح من اسمه ان هو بسجل الاكشن بوتنشال بشكل مرحله واحده، وهو ده اللي احنا درسناه مع الايونيك بيزس. باي فيزيك هيبقى في تو فيزيس، يعني مش مره واحده بس زي المونوفيزيك، هيبقى تو فيزيس اوف ذا اكشن بوتنشال ريكورد. وبعد كده في نوع اسمه كومباوند اكشن بوتنشال، اللي هو اكشن بوتنشال المركب، وده بيبقى الاكشن بوتنشال المسجل من عصب كامل، بمعنى ان في المونوفيزيك والبايفيزيك انت بتسجل من سنجل نيرون، اما في الكومباوند انت بتسجل من مكسد نيرف، يعني عصب كامل ككل. طبعا هنتكلم دلوقتي ونبدا بالمونوفيزيك اكشن بوتنشال. المونوفيزيك اكشن بوتنشال هو الكلاسيك اكشن بوتنشال اللي احنا درسناه مع الايونيك بيزس، لما بننبه زي ما احنا عارفين في نقطه، بعد كده الامبلس ترافل. انا هحط بقى الجهاز بتاع اللي هو السي ار او اللي هيسجل مونوفيزيك اكشن بوتنشال، هحط الجهاز ده في منطقه ما على النيرف بعيد عن مكان التنبيه وابدا اشوف شكل الريكورد عامل ازاي. طبعا ده الجهاز اللي بيسجل، 1 مايكرو الكترود، مهم هنا وضع المايكرو الكترودز في المونوفيزيك اكشن بوتنشال، 1 مايكرو الكترود اوتسايد ذا نيرف والثاني انسايد، يبقى مهم قوي موقع التو الكترودز، واحد منهم اوتسايد والثاني انسايد ذا نيرف. نبص كده، نبهنا هنا انا نبهت عند نقطه معينه فبتتبني نبضه، النبضه بقى بعد كده تكمل طريقها. وزي ما انت شايف ده جهاز السي ار او اهوت اللي بيسجل، هو بيسجل وبيرسم، يعني هو بيديك الجهود ويقراها وبعد كده يرسمها، وزي ما انت شايف 1 مايكرو الكترود اوتسايد والثاني انسايد. فاول ما انبه بيديني طبعا نبضه لان المؤثر فعال تعدي على ال 2 مايكرو الكترودز، فيسجل النبضه العصبيه بالشكل الكلاسيك اللي اتعلمناها قبل كده، نفس الصوره دي زي ما شفناها في المحاضره اللي قبل اللي فاتت. ده مكان التنبيه وده جهاز اللي بيسجل مكان التسجيل، ورسم لي المونوفيزيك اكشن بوتنشال باجزائه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، اللي بقى فيها اول حاجه عمليه الديبولاريزيشن بتبقى في الاول سلو وبعد كده بتبقى رابد، وبعد كده عمليه الريبولاريزيشن بتبقى في الاول رابد وبعد كده تبقى سلو، وبعد كده يديك نيجاتيف افتر بوتنشال اللي هو قبل ما نوصل للريستنج على طول، وبوزيتيف افتر بوتنشال ثم نرجع باك اجين تو ذا ريستنج. دايما بنسجل المونوفيزيك اكشن بوتنشال لاغراض بحثيه فور ريسيرش ستادي، عشان ندرس وعشان نفهم وعشان ندرس كل التفاصيل، وليس لاغراض اكلينيكيه. يعني لما بيكون عندي عيان انا مش هشرح في العياده للعيان اجزاء النبض العصبيه، لا، ده لاغراض بحثيه اسجل المونوفيزيك عشان اقدر اعمل ستادي لفكره الاكشن بوتنشال.
دي طبعا الاجزاء زي ما درسناها قبل كده. رقم 2 بايفيزيك اكشن بوتنشال. البايفيزيك اكشن بوتنشال ده انا بدل ما بحط 1 مايكرو الكترود على النيرف من بره والتاني جوه النيرف، لا ده انا هحط 2 مايكرو الكترودز على النيرف من بره. يفرق ايه عن المونوفيزيك؟ يفرق سهوله الريكورد. هو هل ان انا ادخل الكترود اوتسايد ذا نيرون ده حاجه سهله؟ ده تكنيك صعب جدا. النيرون او الاكزون ده بالمايكرون عشان تدخل بالمايكرو الكترود جواه والتاني بره في المونوفيزيك، ده تكنيك صعب جدا. اما هنا القصه اسهل لان التو مايكرو الكترودز عندي في الباي فيزيك ريكورد الاثنين اوتسايد ذا نيرف. يبقى مهم قوي افرق وضع المايكرو الكترودز فين. في المونوفيزيك واحد اوتسايد والتاني انسايد، اما في الباي فيزيك 1 مايكرو الكترود او 2 مايكرو الكترودز الاثنين اوتسايد ذا نيرف. نبص كده على التفاصيل. ده الجهاز بتاعنا، ده السي ار او، وقدامنا ده النيرف، وعندنا دول التو مايكرو الكترودز والاثنين اوتسايد ذا نيرف. ما بضطرش ادخل جوه النيرف، عشان كده الريكورد ده اسهل بكتير وبيستخدم اكتر لاغراض اكلينيكيه. نبهنا بمؤثر فعال، هتبدا النبضه تتكون وتتحرك. عايزين بقى نشوف شكل الكيرف هيبقى عامل ازاي، تمام، واجزائه ايه. طيب الجهاز بتاعنا اول ما النبضه تتبني، هل الجهاز بتاعنا هيسجل حاجه؟ طالما احنا لسه ما وصلناش ل الفيرست الكترود فالجهاز بيسجل لك بيز لاين. البيز لاين ده اللي هو الخط المستقيم، يعني الخط المستقيم ده لانك لسه ما وصلتش للفيرست الكترود. ده المنطقه دي نقول عليها ايزو الكتريك، يعني متعادله كهربيا، لا طلعنا لفوق ولا نزلنا لتحت. اول ما النبضه توصل للفيرست الكترود يسجل لك ابورد ويف اور ابورد ديفليكشن، لانه وصلت موجه الديبولاريزيشن. طيب يبقى اول ما توصل موجه الدي بولاريزيشن للفيرست الكترود هيسجل لك موجه لفوق. طبعا احنا مبطئين الصوره، في الواقع النبضات دي بتاخد زي ما قلنا واحد على الف من الثانيه، النبضه كلها على بعضها. طيب اول ما النبضه تعدي، اول ما النبضه تعدي الفيرست الكترود وتبقى في المسافه ما بين التو الكترودز، نرجع باك اجين للبيز لاين. يبقى كده انت سجلت 1 فيز من الاكشن بوتنشال اللي هو اقرب ما يكون للمونوفيزيك، ولكن هنا بيبقى وزود ديتيلز، يعني الرسمه ما بتبقاش ديتيلد كده زي الرسمه اللي احنا اخدناها مع المونوفيزيك. طول ما النبضه ماشيه في المسافه بين التو مايكرو الكترودز، واحنا كده رجعنا باك اجين للبيز لاين، لان التو مايكرو الكترودز دلوقتي ده بوزيتيف وده بوزيتيف، فمفيش بينهم وبين بعض اي بوتنشال ديفرنس زي ما كنا في الاول بالظبط. يعني نفس الوضعيه هنا كده، نفس الوضعيه هنا برضو الاثنين بوزيتيف. طب بعد ما عدينا الفيرست الكترود برضو الاثنين بالنسبه لبعض رجعوا بوزيتيف، فرجعنا بيز لاين. طيب اول ما النبضه توصل للسكند الكترود يسجل السكند الكترود، يا جماعه يسجل الاكشن بوتنشال، بس المره دي بيسجله ان ذا اوبوزيت دايركشن. هو لما يبقى الفيرست الكترود بوزيتيف والثاني نيجاتيف بيسجل لفوق، لما يكون الثاني نيجاتيف والاولاني بوزيتيف بيسجل لتحت. ده الارنجمنت بتاع الجهاز اللي بيسجل. فاول ما توصل برضو دي بولاريزيشن يسجلها بس الدايركشن لتحت. اول ما تغادر السكند الكترود يرجع تاني للبيز لاين، تمام. طيب الرسمه بتاعتنا دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن تو ديفليكشنز او تو ويفز، ابورد ويف اور ابورد ديفليكشن وداون وورد ويف اور داون وورد ديفليكشن، ما بينهما منطقه متعادله كهربيا نقول عليها ايزو الكتريك انترفال. والرسمه ديت هي عباره عن الباي فيزيك اكشن بوتنشال، ده 1 فيز وده انذر فيز. طبعا المسافه بتاعه الايزو الكتريك انترفال دي بتعتمد على المسافه بين التو الكترودز، كل ما تبقى قريبه المسافه هي برده تبقى صغيره، تمام. كمان بتعتمد على سرعه التوصيل في العصب، كل ما كانت السرعه عاليه كل ما كانت صغيره. ده الباي فيزيك ريكورد اوف ذا اكشن بوتنشال، ودي الاجزاء طبعا زي ما شرحنا. نتكلم بقى عن كومباوند اكشن بوتنشال. كومباوند اكشن بوتنشال هو عباره عن اكشن بوتنشال ذات از ريكوردد فروم ا ميكسد نيرف. احنا في النوع الاولاني اللي هو المونوفيزيك والبايفيزيك كنا بنسجل من سنجل نيرون، بنسجل من خليه عصبيه واحده سنجل نيرون، اما هنا بسجل من نيرف نفسه، عصب يعني عصب زي ما انت شايف كده، يعني عندك خلايا كتير متنوعه. ده صوره هي كات سيكشن للنيرف، في فيوز ثانيه ده شكل تاني، في عندك فيو تالت للنار، انت هتسجل المره دي من عصب. طيب الاعصاب انواع الخلايا اللي موجوده فيها ايه؟ بص يا سيدي،
احنا عندنا انواع الخلايا العصبية بشكل عام هم 6 انواع اللي موجودين في جسمنا، وهنتكلم عنهم ان شاء الله في المحاضرة بتاعة البروباريتيز اوف نيرف امبلس. احنا عندنا 6 انواع من النيرونز. النوع الاول اللي هو تايب ايه، النوع الثاني تايب بي، النوع الثالث تايب سي. طيب ايه ده؟ 4 انواع، الفا بيتا جاما دلتا، يبقى كله على بعضه كام؟ 6، اللي هم الـ4 انواع بتوع الاي زائد البي زائد السي، كلهم 6 انواع. دول اللي ممكن تلاقيهم، وبعد كده بيتكرروا اسرعهم طبعا ايه، ثم بي ثم سي، وفي الاي اسرع حاجه ايه؟ الفا، اي بيتا، اي جاما، اي دلتا. مفيش عصب في جسمنا بيتكون من نوع واحد، وكمان نادرا جدا او غالبا مفيش عصب في كل الانواع. فغالبا العصب ككل، العصب بيبقى فيه، ممكن تلاقي فيه طيب A وطيب B، طيب B وطيب C، طيب A بعض الانواع وطيب B وهكذا. فمفيش عصب بيتكون من نوع واحد، ومفيش عصب فيه كل الانواع، فغالبا الاعصاب بتبقى ماكس. طيب انت دلوقتي في عيادة وعايز تسجل، يعني انا في عيادة عايز اعرف في نبض العصب اللي قدامي ده، في نبضة ولا لا؟ يعني انا مش مهتم بالدراسة الأكاديمية إن أنا أعمل ريسيرش أو غيره، لا، ده هو العيان عنده عصب أهوت وأنا عايز أعرف فيه نبضة ولا مفيش، هو ده اللي يهمني، فيه ولا مفيش، هل النبضة بتوصل ولا لا؟ ده بيبقى مهم جدا إكلينيكيا. فطبعا بنحط المايكرو إلكترودز بتاعتنا ديت على الجلد قريب جدا من سطح النيرف. طبعا كل ما أكون قريب من النيرف يديني دقة أعلى. طبعا ده جهاز السي آر أو، وإحنا هننبه من هنا. طبعا أول ما بنبه بماكسيمال ستيمولس، وإن شاء الله في المحاضرة اللي جاية اتكلم عن الديجريز او الجريدز اوف ستيمولاي. اول ما بنبه بيه ماكسيمال ستيمولس، الماكسيمال ستيمولس ده بيعمل ايه؟ بيعمل ستيميليشن لكل الايه؟ بيعمل ستيميليشن لكل النيرف فايبرز اللي موجودة في العصب. فعندك ايه؟ الفا، ايه بيتا، وبعد كده بي، وبعد كده سي. النبضة بتنطلق في الاربعة، بس هل يا ترى النبضة هتوصل للجهاز اللي بيسجل في نفس الوقت؟ هل الاربعة دول في نفس السرعة؟ طبعا اي الفا اسرع حاجه، يليه اي بيتا، يليه بي، واخيرا سي. اول ما بندي مؤثر فعال، بص كده كان عندك سباق، واحد سريع جدا، واحد سريع، واحد متوسط، واحد بطيء جدا، فهينطلقوا مع بعض بس هل هيوصلوا في نفس اللحظه؟ لا. فطبعا اي الفا هيبقى اسرع حاجه في التوصيل، يليه اي بيتا، يليه بي، يليه سي. فالنبضه اللي هتوصل هتتسجل، فنشوف كده. انا عدت شكل كتير، يعني اعيده كتير، يعني هو ما شاء الله يعني معمول كويس جدا. تمام، بص كده، اي الفا طلقه اتسجلت، يليها اي بيتا، يليها بي، واخير يلا يا سي. تمام، اخيرا ايه؟ سي. شوف الرسمه اللي اترسمت عندك، ده اكشن بوتنشال اهوت، يقول لك عليه اكشن بوتنشال ويز مالتيبل بيكس، اكشن بوتنشال ويز مالتيبل بيكس. تمام، طيب او نقول عليه كومباوند اكشن بوتنشال. طيب شكل الاكشن بوتنشال كومباوند ده، هل ده ثابت ولا متغير؟ لا، متغير من عصب للتاني، لان تكوين العصب بيتغير. كمان بيتغير بنوع الفايبرز اللي موجوده، يعني من فايبرز، تكوين الفايبرز ايه؟ ده بي وسي ولا اي وبي ولا كذا ولا كذا. كمان بيعتمد على الانتنسيتي اوف ستيمولس، كل ما كان المؤثر اقوى ينبه لك فايبرز اكتر. كمان الشكل بيعتمد على المسافه ما بين الاستيميليتنج الكترود والريكورد الكترود، كل ما كانت المسافه كبيره كل ما كان الموجات اللي قدامك دي، اللي كل واحدة منهم بتمثل اكشن بوتنشال ليه خلية مختلفة، كل ما كانت المسافات كبيرة والعكس صحيح. طبعا ده كان الكومباوند اكشن بوتنشال، اخر اشكال الاكشن بوتنشال. ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية نتكلم عن خصائص النبضة العصبية بروبارتس اوف ذا نيرف امبلس، وحاجات جديدة طبعا في النيرف. بشكركم والى اللقاء.